هعمل لكم النهارده جمبري مشوي بصوص حلو قوي. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. الاول عندي اول حاجه جمبري جامبو مقشر بالديل. عندي بقى للتتبيله ملح، فلفل اسود، نص كوبايه زيت زيتون، ربع كوبايه خل عنب احمر، ثلاث فصوص ثوم مفرومين، معلقه كبيره توابل ايطالي، معلقه كبيره عصير ليمون، 2 معلقه كبيره صويا صوص، معلقه صغيره مستردة ديجون، ومعلقه كبيره ورشستاير صوص. طيب تعالوا اول حاجه عايزين نخلط كل المقادير مع بعض ونتبل بيها الجمبري. نجيب حاجه كبيره شويه احط فيها اول حاجه زيت الزيتون، وهنزل كل التتبيله بتاعتي على بعضها. طب المفروم جمبري ده سهل وسريع جدا وبجد طعمه حلو قوي. الدريسنج اللي هنحطه عليه ده هيديله طعم حلو قوي. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده اي حاجه بنشويها لو نقدر ان احنا نتبلها من قبلها بيوم، من قبلها بكام ساعه، ونسيبها في التتبيله دي في الثلاجه هتفرق قوي في طعمها. نحط الليمون، وهحط اخر حاجه طبعا ملح وفلفل. وهخلط التتبيله دي كويس. وهو ده المارينيشن اللي هنحط فيه الجمبري او تتبيله الجمبري اللي هنحطها فيه قبل ما نشويه. نزل الجمبري في الدريسنج. وتعالوا نسخن الشوايه شويه، نحط عليها نقطه زيت عشان مش عايزه الجمبري بتاعنا يلزق. تعالوا بقى نحط الجمبري على الشوايه. انا عايزه انزله من غير الصوص اللي عليه عشان ما الصوص ما ينزلش على الشوايه فيخلي الجمبري طعمه مسلوق. لما الجمبري ياخد لون، يبتدي ياخد لون، هننزل عليه الصوص ده حبه حبه على الوش يكمل سوا بيه. حاولوا ما تنزلوش الكميه كلها لو الشوايه بتاعتكم مش كبيره علشان ما تسحبش الحراره، فدرجه الحراره بتاعتها توطى قوي فتنزل ميه الجمبري، ينزل ميه. عشان كده انا بنزلهم حبه حبه علشان اضمن ان كل قطعه جمبري تاخد لون حلو. الجمبري على طول هياخد لون مش هياخد وقت. وطبعا التتبيله اللي احنا حاطينها عليه دي هتسويه بسرعه جدا وكمان هتديله قوت حلو قوي من بره. نطمن ان كل قطعه من الجمبري اتقلبت وواصله للشوايه من كل جنبها عشان يستوي كويس ويستوي كله بنفس درجه السوى، ما يبقاش في حتت مستويه جامد وحتت تانيه لا. نقدر كمان نحطه في اسياخ لو نحب، بس عشان حجم الجمبري عندي ما كانش كبير قوي فالاسياخ كانت هتخليه يفرفش عشان كده ما حطيتوش. لو الجمبري عندكم حجمه اكبر تقدروا تحطوه في اسياخ. نحط بينهم ورق الحين هيبقى طعم حلو. انا الجمبري ابتدى ياخد اللون اللي انا عايزاه ده، دقيقتين ثلاثه كمان وهنشيله من على النار. تعالوا بس قبل ما نشيله نحط له شويه كمان
من الدريسنج اللي احنا عاملينه. هيسويه اسرع وهيديله طعم كمان اسرع. الشايفز او الثوم المعمر ده نوع من انواع شبه البصل الاخضر، بس بيستعمل اكتر مع انواع السي فود، بيدي طعم حلو. تعالوا ننزل الجمبري، ناخد لون حلو قوي، نديله تقليبه بس اخيره. هنزله على طول طبق التقديم. ننزل على وشه شويه من الثوم المعمر، وممكن كمان احط في النص شويه من الصوص اللي احنا تبلنا بيه الجمبري، هيبقى طعمه حلو قوي معايا.